هنتكلم دلوقتي. هو انت كاتب لك هنا ايه اللي هو العنوان؟ جينوترماتوز فيها بيكيلوديرما او تلانجكتازي. هو في حاجات فيهم فيها بيكيلوديرما، حاجات فيها تلانجكتازي، فاحنا مش هنتكلم على التقسيمات دلوقتي. زي الكلاوس كان هنتكلم اول حاجات لها علاقه ببعض، وفي الاخر نشوف هيتقسموا ازاي عشان ننتقش حاجه حاجه. احنا من شويه قلنا حاجه اسمها باكي اونيكيا كونجنت، صح؟ باكي اونيكيا كونجنت دي اللي هي اونيكيا بتاعت الضوافر. كانت ضوافر مالها؟ ضوافر تخينه وفي في البق بس ما فيش فيها مالجنس. ولا في واحده عكسها؟ ايوه العكس. تسلمي لي يا ما شاء الله. انا بريك ذا بول. لا بالسنس بالقلب. ديسكلاتوزس كونجنت. تعالى كده نمسك كده فيها ثلاث حاجات. واحده واحده. اول حاجه فيها بيجمنتيشن. ليه بقى؟ عشان في الشابتر بتاع البوتيلو ديرما وتلانجكتيز فيها بيجمنتيشن. لا ما بتكلمش في التريتمنت. لا تبقى عارفه عشان ديك الشهاده يعني. يلا يلا. اول حاجه فيها بيجمنتيشن او تلانجكتيز. دي فيها بقى ايه؟ تميز ان فيها بيجمنتيشن بالشكل التكوين، وممكن يوصل في الاخر ان هو يعمل بوليكيلو ديرما. ايه بوليكيلو ديرما؟ هايبو هايبر بيجمنتيشن مع اتروفي مع تلانجكتازي، صح؟ هو بدا كده. ده رقم واحد. رقم اثنين عكس اللي هناك في الضوافر، يبقى هنا في ضوافر اثنين. رقم ثلاثه عكس اللي هناك في موضوع البوك، ان في اورال بلاتوس بس مالها بقى؟ مالها؟ في حاجات تانية مش قصتي انا، يهمني التلاتة دول. يبقى ديسكلاتوس كونجنت في ريتيكولار بيجمنتيشن يوصل لبوكيلو درم، استروفيك نيل اورال نيوكو كيراتوس بس مالجنت، عكس مين؟ الباكيو نيكيا كونجنت كانت النيلز كبيره مش صغيره، كان الليجنز في البق مش مالجنت. يبقى ده ديسكلاتوس كونجنت. ندخل في اللي بعده. حلو. دي بقى بنجيبها منين؟ فاكره قلنا في الاول في اختصار لما قلنا ان الاكس لينكد ريسيسيف اللي هي بتيجي فين؟ في الولاد. الولاد بيبصوا على مين؟ شاد سكينك وايف تشاندرا، صح؟ هتلاقي الدي بتاعت شاد هي الديسكلاتوس كونجنت، فده اكس لينكد ريسيسيف. فانت الاول ذاكري كله بقى، ارجعي هناك احفظي بقى ده ونجيب منه الحاجه. دي كده مين؟ ديسكلاتوس كونجنت، صح؟ قلنا رقم واحد فيها كانت ايه؟ بتيجي بيجمنتيشن ممكن ويجيله ده. خد بالك بقى عشان ايه؟ النوع اللي بعديه بقى اللي هو مين؟ الاسم السهل بقى اسمه جميل تومسون سندروم. حلو. رودمان تومسون سندروم ده بيتميز بايه؟ رقم واحد والكيلو ده برضه يبقى زي ديسكلاتوزس. دي الحته دي معايا. تاني بقى رودمان تومسون، وده اللي يهمني، معاه مشاكل ممكن راس ريتارديشن، في مشكله في البوق بتاعه. ما تنساش لو سمحت ان هو عنده حاجه مميزه شويه، هايبو بلاستيك ثامب. هو بيقول لك راس يعني يفكرك ان عنده مشكله في الثمب. عنده مشكله في الثمب. ده مين؟ رودمان تومسون. بنا عشان كده بعد شويه هتلاقي جدول كده احفظه ان هو ايه؟ تلاقي حاطط ديسكلاتوس كونجنتا. الله ياخد صوته. ايه؟ لا خليك ديسكلاتوس كونجنتا وقدامها رودمان تومسون. ليه حاجتهم قدام بعض؟ لان رقم واحد في الاثنين مين؟ ويكيلو جرام. هنا حطيت رقم اثنين مين؟ موضوع النيل اللي هو ديستروفيك، ورقم ثلاثة الأورال ليجنز. هنا حطيت رقم اثنين جروث ريتارديشن، رقم ثلاثة الثامب. في حاجات تانية في الوقت أكيد فيه، بس افتكر دول على الأقل. لكن حاجة مميزة. حاجة بس اللي نزودها عشان بقى سريتها، في حاجة اسمها فانكوني أنيميا. فعين ديسكلاتوس كونجنتا لو عنده بان سايكلينيا بيسموه فانكوني سيندروم. هو
خلي جدول ده كده نخش في النوع اللي بعده. بص بقى النوع اللي بعده اللي هو مين؟ ايوه بلوم سيندروم. ايه بلوم سيندروم ده بقى؟ بص اهو ده بلوم سيندروم متميز رقم واحد انها تحتاج واحد تنين وتكيلو درما وتكيلو درما صح؟ هنا رقم واحد تلانجكتاز. البلوم ده عنده تلانجكتاز، شوف الصور بتاعته تلاقي طفل عنده تلانجكتازيا في وشه ده بلوم ده بلوم ده عنده تلانجكتازيا. معاها ايه تاني بقى؟ بقيه الحاجات مش هقول حاجات مميزه قوي بس نبقى فاكرين ان هو فيه معاه جروث ريتارديشن انكريز ريسك بتاع انفكشن وماليجنس. البلوم عنده ايه؟ تلانجكتازيا دي اهم حاجه، معاه جروث ريتارديشن وانكريز ريسك اوف انفكشن وماليجنس. عايز احط قدام واحد تاني بقى زي هناك، احط قدام مين بقى؟ اتاكسيا تلانجكتيزا. دايما الاسم رقم واحد مين برضه؟ تلانجكتيزا. بس فرق بقى في ايه؟ دوب انا قلت لك بقى تلانجكتيزا فين؟ في وشه. هنا تلانجكتيزا بدأ في العين عند الكونجنكتايف. هنا تلانجكتيزا بدأ فين؟ الايس بعد كده تروح بقية الجسم، وفي معاها كمان؟ اتاكسيا لوجيكال مانيفستيشنز. ونفس الكلام في اسم الانفكشن وماليجنس الكلام العادي. هتيجي في تشابتر التنجكتيزيا نفسه. مش عارف. هو الاسم تاني ولا هو اسم تاني؟ اتاكسيا تنجكتيزيا بس. يبقى انا دلوقتي تاني كده عشان ايه؟ دي مش الحاجات كلها بس يعني احفظ ده الاول بحيث يبقى عندكم بيز لكل حاجه وبعدين نبقى ربنا فتح لنا في حاجه نزودها. يبقى دلوقتي احنا عندنا قلنا كده كام؟ اربع امراض. عندك جدولين لطاف قوي مجمعين، الأربع أمراض دول مين؟ ديسكراتوس كونجنتال، ده مين معاها؟ ديسكراتوس كونجنتال. ايه؟ ديسكراتوس كونجنتال، صح؟ تمام، وكان في بلوم، كان معاه مين؟ تكسر ليه حطيت دول رقم واحد كان مين؟ كيلو درما، بتتكلم في ديسكراتوس كونجنتال أو مونتوكس، رقم واحد كيلو درما. لو ديسكراتوس يبقى رقم اثنين، النيل ديسكراتوس. رقم ثلاثة اوريجيشنز بريما ليج. ولو جاله بانسايتوبينيا هسميه مانكوني سندروم. الرودمان تومس رقم واحد والكيلو دوري. رقم اثنين كروت ريتارديشن. رقم ثلاثة هايبو بلاستيك فانك. حد عنده مشكلة في دول؟ البلوم والاتاكس انجكتيزيا رقم واحد في الاثنين انجكتيزيا. البلوم مينلي في الفيس على السكين، الاتاكس انجكتيزيا في الايس كونجنكتايف. الاثنين فيهم ريسك انفكشن وماليجنس. الاتاكس فيه معاها اتاكسي بس. حلو. تعالى نقول بعد كده حاجه اسمها الكوكتيل سندروم. بعدين تخش زي ما دايما في الكونتوس الكوكتيل سندروم. بص سندروم ده هو البيشنت عنده مشكله بتخلي فيه فوتو سنسيتيفيتي فشبه زيروديرما بيجمنتوزا. بس فرق هنا مهم قوي، البيشنت ده ما عندوش انكريز ريسك اوف مالجنس. يعني البيشنت ده لما يجي لي ما عندوش مالجنس في وشه، الريسك ما بيزيدش. امال هو ايه المشكله اللي هيشتكي منها؟ هيشتكي من فوتو سنسيتيفيتي. بس ايه المميز فيها؟ نو ريسك اوف مالجنس. ليه بقول كده؟ عشان لما اجي بقى اشوف في زيرودرما هقول لك في ريسك اوف مالجنسي. بطل ده. تاني حاجة عنده ميكي ماوس ايرز ودانو فيل وعنده ريتينايتس بيجمنتوزا. ثانية واحدة، ريتينايتس بيجمنتوزا دي جبنا سيرتها قبل كده. حد فاكر فين؟ أيوة كانت حاجة بالأربع مش هنقول في الإكتيوز. أيوة أنهي سندروم؟ ريفسون. قلنا فاكر ريفسون في ريتينايتس والكونرادي اللي هو بالسي بس انت عارفه بقى انت عارفه غلط ما فيش غلط يبقى الكوكيز سندروم زي ايه؟ فوتو سنسيتيفيتي من غير ريسك اوف مالجنسي ميكي ماوس ايرز ريتينايتس بيجمنتوز. فين؟ بشوف لي فين في الكتابه يا محمود واشوف لك.
طيب. طب ركز بقى كل ده حاجات صغيره، ركز بقى في الكبير اللي ممكن ليه فعلا سؤال. زيرو ديرما بيجمنتوزا، قول بقى كلمتين كده عشان ايه ده مهم. يلا ايه ترانسليشنال فعلا. طيب بص، زيرو ديرما بيجمنتوزا دلوقتي المفروض ايه اللي بيحصل في النورمال سيل لما تتعرض للالترا فايلت لايت؟ طبيعي ان اشعه الشمس بتبوظ حاجات في الدي ان ايه، ده طبيعي. اللي بيحصل ايه دلوقتي؟ حته في انا اتعرضت للشمس في سيل جواها دي ان ايه، دي ان ايه ده حصل له مشكله، الجسم هيصلحها، يعمل ايه؟ يقصها الاول صح، يشيل الحته دي ويصنع دي ان ايه جديد ويركبه تاني. طب انا تصنيع الدي ان ايه الجديد ده، ده له توقيت معين ولا هو جه ساعه ما اتعرضت للشمس؟ يعني هل الجسم كان عامل حسابه انه هيصنع بكره دي ان ايه، ولا هو حسب انا رحت الشمس ولا لا؟ على حسب، مش حاجه ماشيه بنظام. فالتصنيع ده اسمه ايه؟ ان سكيدول، لان هو مش ماشي بجدول معين. دي ان ايه سنتيسيس، فانا الان سكيدول دي ان ايه سنتيسيس اللي هو اليو دي اس، ده التصنيع اللي بيحصل لما انا احتاجه. لما انا احتاجه زي امتى؟ مع التعرض للالترا فايلت ريز، لما تعمل ميوتيشن. فانا بشيله واحط مكان واحد تاني. حلو، هو بيمشي ازاي؟ ان انا قلب افكه بريستريكشن اندونيكليز انزايم، بعدين بطلع الحته دي اصنع واحد جديد واقفله باللايجيز، احط مكانه باللايجيز. لو انا عندي مشكله في الريستريكشن اندونيكليز فانا مش عارف اصنع جديد، فبالتالي الانسكادول دي ان ايه سنتس هيحصل له ايه؟ هيقل. وبالتالي كل ما اتعرض للشمس ويحصل ميوتيشن، ميوتيشن ده انا مش عارف اشيله، مش عارف احط مكانه، فميوتيشن في ميوتيشن في ميوتيشن يبيلد اب ويعمل لي مشكله. يبقى دلوقتي تاني المفروض طبيعي في حاجه اسمها انسكادول دي ان اي سنتسيس، دي بعملها ليه؟ علشان اعوض اي حاجه بيحصل فيها ميوتيشن او مشكله في الدي ان اي بواحد جديد. لو انا عندي مشكله في الريستريكشن اندونيكليز انزيم اللي انا بستخدمه في الخطوه دي، كده انا مش عارف اصنع جديد. فكده لو جيت على السل وقست عندها الانسكادول دي ان اي سنتس هلاقيه قليل، فبالتالي السل دي كل ما اتعرض للشمس كل ما في دامج بيحصل بس ما بيتصلحش، فمع الوقت الدامج ده هيعمل لي مشكله. الزيروما بيجمنتوزا ده جينيتك ديزيز، المشكله فين؟ في الريستريكشن اندونيكليز انزايم، عندي الانزايم ده فيه مشكله، فبالتالي السلز دي عندها ديكريست انسكادول دي ان اي سنتسس، تبتدي يحصل لنا مشاكل مع تعرض للشمس. طب ايه المشاكل اللي هتحصل بقى؟ هكتب يعني اعمل لي طبعا عندكم عشان مش مصدق الترتيب ده بالظبط. تاخد الترتيب ده بعد اذنك. السكيل رقم واحد فوتو سنسيتيفيتي، فالبيشنت كل ما يطلع في الشمس بيحصل له وشه بيحمر بسهوله، وسكيلينج مع مينيمال سان اكسبوجر. كده شبه مين في الاول؟ كوكين سندروم. سكين سندروم ما كانش عنده انكريز ريسك مالجنس، هنا هيبقى عنده، هنتكلم عليه. رقم واحد مفيش حصل له ايه؟ بص انا عندي طفل مشكلته بيطلع في الشمس بيحمر ويلتهب وحالته وحشه جدا، ده رقم واحد. رقم اثنين ابتدي يحصل له بيجمنتري تشينجز، لان هو بيتعرض للشمس بسهوله عنده مشكله، ابتدي يجي له زي الفراكلز، شبه النمش، هو مش نمش فعليا بس شبه النمش، عنده فراكل لايك تملى وشه، لان هو في بيجمنتري، فعشان كده اسمه ايه؟ بيجمنتوزم. ادي اول حاجه بتعمل اسم. هو بدات مين؟ فوت سنسيتيفيتي، ارثيما وسكيل. مع الوقت تيجي بقى مش موضوع كده كان بيظهر نمش، لان هو جلده حساس للشمس. فالنمش ده يبقى بيجمنتري تشينجز اللي هي ايه؟ فراكل لايك ماليه وشه. هتلاقي الطفل وشه كله مبقع. دي تاني خطوه. طب تالت خطوه هيحصل ايه؟ مع كتر التعرض للشمس كل المشاكل دي جلده بقى ناشف جدا. هيبقى زيروتك، مش كده مسميه ايه في العنوان؟ زيرو ديرما. يبقى انا كده جبت الاسمين، زيرو ديرما لان هو زيروتك، بيجمنتوزم لان فيه بيجمنتري تشينجز، عمال يتعرض للشمس وعمال يحصل ميوتيشن، ابتدى يظهر لي بري مالينت ريجنز زي مثلا اكتينيك كيراتوزا، بعد بري مالينت وبعد شويه يزيد الريسك اوف مالينس، بالذات مين؟ السكويمس والبيزل، دول الاساس من الهوم اقل. ليه ملومه اقل؟ لان ملومه اقل حاجه اصلا مرتبطه بالتعرض للشمس. انت حتى لما نيجي في تقسيم ملومه نفسه هتلاقي انواع الكومن بتيجي في الظهر على الرجاله
في الرجلين على الستات، فدي مش اماكن صن اكسبوست. فالميلانوما هي اقل واحده فيهم علاقه بالصن اكسبوجر. الصن اكسبوجر مين اللي بيأثر على السكويمس والبيزل؟ فبقى الطفل ده بدا ازاي في السكن فوتو سنسيتيفيتي الاول الثيمو سكيل، مع الوقت يبتدي يبقع كانه نمش، فالنمش يبقى بيجمنتري تشينجز كده اسمها بيجمنتوزا. بعد كده الجلد بقى زيروتك زيروديرما، وبعد كده ابتدى يحصل له بري مالجنت ليجن زي الاكتينيك كيراتوزس قلبت كان مالجنس. فانت بيجي في العاده زي طفل تلاقي وشه مبقع توزا زيروديرما بيجمنتوزا، ليه؟ انت شايف مين بيجمنتري تشينجز. لما انا اشوفها كده لازم ابص على وشه ادور، لان لو في اي ليجن غريب هاخد بايوبسي احتمال يكون بري مالجنت او بقى مالجنت فعليا سكويمس او بيزل. عكس ما كانش عنده المشكله دي الكوكين سيندروم، مش قلنا كوكين خلي بالك ما عندوش انكريز ريسك في الحته دي. ده سكن. طب في مشاكل تانية؟ زي ما السكن متعرض للشمس وعنده مشكله، زي ما الاوكيلر متعرضه للشمس وعنده مشكله، فعينه بقت حساسه للشمس فوتوفوبيا، يحصل فيها انفلاميشن كيراتايتس وكونجنكتيفايتس. فقط دي مفهومه مش النقطه رقم ايه؟ انا قلت لك الانسكادي والدي ان اي سنس الهدف منه انه بيصلح الدي ان اي اللي بيبوظ في الجلد، بيبوظ من الشمس. في النيورونز او في النيرفز طبيعي ان في دي ان اي بيحصل له مشكله، والطبيعي ان هو يتصلح. انت زي ما وقفت التصليح وقفته في الجسم كله، فرغم من ان النيرفات دي مش موضوع تعرض الشمس، بس هي النيرفات من نفسها بيحصل لها دامج المفروض تتصلح، انت كده ما صلحتهاش. يبقى كده هشتكي من كام من ايه؟ نيورولوجيكال مانيفستيشنز. يبقى ليه اشتكى من نيورولوجيكال؟ مش موضوع الشمس هنا، موضوع ان النيورونز محتاجه برضو نفس البروسيس دي عشان تصلح الدي ان اي اللي عندها. انت وقفته يبقى النيورونز هتبتدي تبوظ، فهيجي له نيورولوجيكال مانيفستيشنز. ده كده مين؟ ديسدرما بيجمنتوزا. افرض بقى واحد البيكتشر دي بالظبط كده بس زودت عليه النيورولوجيكال دي بقت فيري سيفير. قلنا عملت له مانتو ريتارديشن مايكرو كابينج وبهدلته. بسموه بقى اسم تاني. بسموه ساعات ليسانتس كاتيول سندروم. يبقى تاني لو تفتكروا في البالمو بلانتر كانت ديرما، قلت لك المالد مريدا ده شكل زودت عليه بري انتوزس بقى اسمه بابيون مش عارف بتاع دي بتاعت هايس. حلو، هنا ديرما بيجمنتوزا النوع السيفير اللي فيه نيورولوجيكال السيفير قوي دي سانتس كاكيون. بس هو اصلا بس هايس بيحاول يسبلها عشان طول كده على بس يا عم دي سانتس وخلاص. ما تشوف اقول دي سانتس ودخلها كونسلتيشن انت هيك. حلو، مش كده بيقول لك لما نيجي نعمل في الانفستيجيشنز يقول لك في ديكريز اون سكادول دي ان اي سانتس. طب الناس فاهمه ليه بيتقال ان هو ديكريز؟ عشان اصلا ده اللي كان عامل المشكله. ماشي، بدأ زيرو ديرما، بدأنا ايه بسكن فوتو سنسيتيفيتي بيجمنتري تشينجز زيروتك سكن، بعدين بقى البري مالجنت ومالجنت ليشنز. في الاوكلر اللي هي فوتوفوبيا كيراتايتس كونجكتيفايتس، نيورولوجيكال عشان مش بصلح النيورونز فبالتالي في نيورولوجيكال مانيفستيشنز. لو كانت النيورولوجيكال سيفير هتعمل لي اللي هو ديسانتس كاكيون سيندروم ده. حلو، الزيروم بيجمنتوزن بقى بتقسم سبع انواع على حسب انهي ريستريكشن اندونيكريز فيه مشكله وانهي جين. مش قصتي دلوقتي، لمن في بقى نوع تاني اسمه ايه؟ بيجمنتد زيرو درمويد. ايه بيجمنت زيرو درمويد بقى؟ بيقول لك البيشنت عنده بيجمنت زيرو درمويد الريستريكشن اندونيكليز عنده كويس، الانسكادول دي ان اي سنتسيس كويس، فبالتالي هو بيصلح نفسه، بالتالي مش هيشتكي من الحاجات دي قوي. هو مشكلته في اللايجيز، اللايجيز ده اللي هو بيلزق في الاخر، فهو تقدر تقول كده عنده مشكله بس مش مشكله في الاساس كله، مشكله في اخر خطوه. فمش هيشتكي بقى من انكريز ريسك في كارسينوما ولا بيجمنتري كده، واحد هيجيلي شويه ايه؟ البيجمنتيشن بس. ويجيلي على سن كبير. ان عقبال ما الايفكت يبان والموضوع يبان عليه يبقى واحد سنه اكبر وجالك بيجمنتيشن. عكس التاني، التاني عنده مشكله في الموضوع نفسه من الاول، فبالتالي هو من هو سنه صغير وجاله مالجنسي من بعد ما هو صغير. ده لا، هو ده بيجمنت زيرو درمويد الانسكادول دي ان اي سينثيسيس نورمال. الفكره في اللايجستاب اللي في الاخر هو بيصنع كويس ويجي بس في التنزيق في الاخر يلخبط شويه، فيديك شويه بيجمنت بسيط بس ما يعملش بقيه المشاكل كلها. فاحنا كده عندنا ايه؟ استيرودرما بيجمنتوزا بيجمنت زيرو درمويد
لسانتس كيون سيندروم اللي هو كان فيه سبير نيولوجيكال، في الكوكين سيندروم ده اللي هو بيكون سنسيتيفيتي من غير المالجنسي والقصه دي كلها. حلو ده كلام ده. اه ممكن بس مش كومن قوي، مش دي الحاجه الكومن في كل مره يعني. يلا عشان اخر كده عشان خلاص يلا يلا اخر بقى مرضين هو لازم يجيبوا كده كام عادي كده يبقى الموضوع ده كده بس حاجات سهله بقى. طب حلو اهو عشان كده في الاخر عشان ايه نسخن مع بعض.